أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. رحبوا معي اليوم بضيفتنا المميزة مدام عزيزة من لايف كوزمتك. أهلا مدام. أهلا، أهلا وسهلا فيك. بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC، ونتمنى منك بداية تعرفينا وتعرفي المشاهدين مزيد عنك وعن بداياتك مع الشركة. أول شيء يسعد مساكم جميعا، وأنا بتشكرك أنك استضفتني معك هالنهار الجميل والمميز. أول شيء عم تحكي معك عزيزة عمر البنا، مدير العام تاع شركة لايف كوزمتيك، استحضرت التجميل والعطور. بدايتي بلشت ب 1995، بلشت بباريس جاليري، ومن هون بلشت انطلاقة العمل معي، ولحد اليوم الحمد لله بعدنا موجودين. مدام عزيزة، ممكن تخبرينا ما هي المنتجات اللي تميزتي فيها في ظل المنافسة الشديدة في دولة الإمارات؟ صراحة نحن شركتنا الحمد لله هلأ إلى من تقريبا نحن فتحنا الشركة بال 26/10/2009، ولحد اليوم نحن موجودين بالسوق. إذا أنت بتشوف بالسوق الإمارات في كتير ناس بلشوا، في ناس طلعوا، في ناس الحمد لله بعدهم مستمرين. نحن اللي نتميز بالشركة، أول شيء نحن شركتنا بتعطي أفضل المنتجات، منتجات عالمية، أوروبية، أجنبية، منتجات إماراتية، وأهم شيء عندنا هي المنتج يكون أصلي. أسعارنا كثير منافسة بالسوق، دائماً نقدر نجيب أي شيء ترند بالعالم، نقدر نأمنه ونجيبه على الشركة عشان نضلنا متواصلين التطور، متواصلين نضلنا موجودين بالماركت. مدام عزيزة، بعد النجاح الرائع واللي وصلتوا له اليوم، ما هي الخطة وما هي الرؤية المستقبلية للشركة؟ نحن الحمد لله، يعني أول شيء خطتنا، أول شيء الاستمرار. خطتنا أنه نضلنا محافظين على نفس المستوى، ما ننزل، بالعكس نطور نفسنا، وإن شاء الله في كتير أشياء رح نطورها بالشركة، رح نفتح محلات خاصة فينا بإذن رب العالمين، رح يكون عنا كمان منتجات جديدة ما وصلت على الخليج، رح نكون نحن أول ناس جايبينها بإذن رب العالمين. بالنهاية، ما هي الرسالة اللي بتحب توجهها مدام عزيزة لدولة الإمارات على نعمة الأمن والأمان ودعمها المستمر خلال السنوات السابقة؟ أنا بشكر، يعني دولة الإمارات تستحق كل الشكر والتقدير، هي وشيوخها، على الأمن والأمان والاستقرار الدولي. وبخص بالشكر، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله يا رب، صاحب الدولة، رئيس الدولة الإمارات المتحدة، والشيخ محمد بن راشد المكتوم رئيس دبي، وكل الحكام والشيوخ على رؤيتهم الحكيمة واستقرار الدولة والأمن والأمان. ودولة الإمارات هي من أهم الدول بالأمن والأمان والاقتصاد بالعالم هلأ. بالنهاية، ممكن تخبري جميع المشاهدين اللي بيتابعوك حالياً كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع لايف كوزمتيك ويحصلوا على المنتجات الرائعة اللي عندكم؟ ممكن في عنا سوشيال ميديا، فين يدخلوا على السوشيال ميديا angelokayal.com، موجودين نحن. في يتواصلوا دايركت معي، ممكن أعطيه الرقم تليفوني 050-443-4696. فيهم يفوتوا على الإيميل تاعنا، يبعتولنا أي إيميل. نحن موجودين على كل السوشيال ميديا، ومحلاتنا موجودة بكل سنتر بوينت. إذا فاتوا على أي محل من سنتر بوينت داخل الإمارات كلياتها، يسألوا عن لايف كوزمتيكس أو عن البراندات الموجودة عنا، نحن موجودين. شكرا جزيلا مدام عزيزة، ونشكر جميع طاقم العمل في لايف كوزمتيك، ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. نحن بنتشكركم كثير ويعطيكم العافية. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.